حياكم الله صراع ونفوذ حزبي بمحافظة ما شافت الاستقرار من 2003 مرة مشاكل سياسية ومرة أمنية ومرات اثنين هنسوية أول زعيم للقاعدة في العراق كانت نهايته بوحدة من مناطقها قربها من الحدود حدود إيران يجوز أحد الأسباب يمكن لأنها الطريق الوحيد الواصل بين جنوب البلاد وشماله ولأن يمكن هي أحدى نقاط الخط البري الواصل بين إيران وحزب الله واللي عمل عليه محور المقاومة أما ضيفنا لهذه الليلة محافظ ديالى السيد مثنى التميمي ديالى بين صراع النفوذ وسلطة الحكومة رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم دعا إلى ضرورة تفعيل مشروع تسريع النتائج لظهورها بعد ساعات من العملية الانتخابية فيما خير البرلمان إما بتشريع قانون انتخابات مجلس النواب أو التصويت على القانون القديم وطالب بتوفير المناخ الأمني وإعادة النازحين إلى مدنهم ليكونوا على استعداد للمشاركة بالانتخابات. وزارة الخارجية الأمريكية دعت الحكومة العراقية إلى رفع حظر الطيران عن إقليم كردستان الذي تم فرضه عقب إجراء استفتاء الانفصال. وأكدت وجود مساعي لعقد حوار بين بغداد وأربيل لحل المشاكل من دون توسط دون توسط أي طرف وأشارت إلى استمرارها بدعم الحكومة العراقية. رئيس مجلس محافظة ديالى علي الدايني استبعد إغلاق ملف النزوح القسري خلال العام الحالي وأشار إلى وجود أكثر من 10,000 أسرة نازحة خارج مناطقها المحررة ودعا الحكومة المركزية إلى إعطاء ملف عودة النازحين زخما أكبر وإعطاء الضوء الأخضر لمعالجة المشاكل التي تعترض اعادتهم. عضو مجلس دياله عمر الكروي اعلن عن موافقه رئيس الوزراء حيدر العبادي على تشكيل حشد عشاري لتعزيز امن ناحيه جلولاء على ان يكون تحت امره قياده عمليات دجله، واشار الى استحصال موافقه وزاره الداخليه على فتح باب التطوع لابناء خانقين وجلولاء حصرا من اجل دعم مناطقهم واعطاء رسائل اطمئنان للاهالي. الحديث عن ملف دياله بشكل عام خلينا نعتبرها اليوم حلقه استثنائيه مع سيد محافظ السيد محافظ دياله سيد مثنى التميمي. حياك الله سياده المحافظ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله يا الله. حياك الله سياده المحافظ من جديد. هاي هيش نوعية من الحلقات بالنسبة إن المقدمين البرامج اعتبرها دسمة على اعتبار أنتم كمحافظة محافظة دسمة عندكم نزوح عندكم مشاكل أمنية عندكم خلال اربع سنوات تبديل اربع محافظين صار صار اربع محافظين مش دعوه أي نعم اي يا شلوش دعوة أي طبعا هذا نعم. هذا العدد اللي عندكم نعم. خلينا نبدا من ملف النزوح نعم النزوح اللي عندكم مشكله مشكلة تغييركم انتم حسب ما يقولون انه عصبوها براس السيد هادي العامري عند اتفاق مع الكرد على تغيير ديمغرافي المحافظه وتوزيعها بينكم كعرب شيعه وبين الكرد خليني أبدأ بهذا الموضوع حقيقة طبعا أنا أشكرك على اللقاء موضوع النازحين في محافظة ديالة المتقاولين كثر أنا أتعجب هسا الحديث عن النازحين والسياسي الفلاني يتحدث عن النازحين والسياسي الفلاني يتحدث عن متى عودة النازحين ويتهم شخص مثل 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 شخصية قائد المحور الحاج العامري أنا يعني بس أسأل سؤال هذول وين كانوا من كان العامر ثمان أشهر مشهد بغداد بالبداية حتى وزارة النقل عافها واستقر في دياله وحرر جلولاء أنا يعني أسأل هذا السؤال وين كانوا هذول الشخصيات اللي هسه بدأوا يتحدثون على عن النازحين؟ هم. الشهداء اللي استشهدوا من السماوة من البصرة من بدر ومن الناصرية ومن واسط ومن كثير من المناطق الجنوب وين كانوا أهالي هاي المناطق اسمح لي وين كانوا هاي حتى اليوم بدأوا يتحدثون عن موضوع النازحين؟ ثق مباشره بعد انتهاء تحرير محافظه ديالى وهذا موثق اعلاميا الحاج العامري إيه الى حديث انه احنا نتعامل مع ملف النازحين على انه ملف انساني وليس سياسي ولا يقل ولا يقل اهميه عن موضوع تحرير محافظه ديالى <applause> سن هاي الناس اللي مقدره لكل الجهد اللي قدمه السيد هادي العامري راحوا ناجدوه انه بتاثيره اللي موجود بشخصيته وبوجوده ناجدوه انه يرجع هاي العوائل لحد ما انتم تتحدثون عن الرجوع ممثلين محافظه خليني اتكلم بصراحه ممثلين محافظه السنه يتحدثون عن عدم رجع للاهالي هسه ما اعرف وين وين خلي يعطونا رقم احنا بجهود العامري وبجهود الاداره وجود عمليات دجله والقوات الامنيه والاخوه في الحشد ارجعنا اكثر من 85% من النازحين اها المتبقي حتى مم. تصير لك معلومه المتبقي هو اغلبيه في ناحيه جلولا زين حتى يكون صادقين السياسيين، لماذا لم يتحدثوا انك في جلولاء هنالك احياء دمرت بالكامل؟ زين لماذا من حزيران 2014 لحد قبل 20 او 25 بعد بعد ان تم اعاده انتشار القوات العراقيه في مناطق الخلاف <applause> مع الاخوه الكردية يلا ظهروا هذول السياسيين وين كانوا؟ انا اتمنى في سياسي يوم من اللي متحدثين كان وقف على اسوار جلولاء وقال انا اريد ادخل جلولاء. او اجى فد يوم بجهه اعلاميه وتقرب على جلولاء قال اريد يعني ادخل جلولاء لا لا بس بس, بسمحنا. لا المصارعه عليه هوايه نعم خليني جيهن نعم. شنو ليش تقول من من بعد قضيه السيطره الكرديه على جولة الان يلا من استعادناها الان يلا طلع صوتهم وبداوا يتكلمون وليش كانوا ما يتقربون لجلولاء؟ ما اعرف يعني تسامح حديث فد يوم احد الاخوه قال احنا نريد نعود عوده النازحين وبشكل رسمي وبشكل ملح نازحي جلولاء زين ماكو هو ما بس 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 قائد المحور والمحافظ أنا رجعت كثير من العوائل بالتنسيق مع الكرد وموجود أكثر من 20 ألف عائلة رجعناهم بالتنسيق مع الكرد من صارت إعادة انتشار القوات بأمر السيد قائد العام القوات المسلحة مدة الآفاق تنفتح بصراحة بس اليوم إحنا عندنا وجبات بعودة الأخوة النازحين وأيضا السياسيين بدأوا يستغلونها صاروا أصحاب فضل على الن... ما كو حد اليوم بديالة صاحب فضل على, على عودة نازحين بالعكس هذا حق طبيعي انت انت تقول رجعنا 85% ل 15% غالبيتهم اللي بجلولاء يعني اكثريه في جلولاء وعدنا مشكله في المقداديه طريقه ان شاء الله للحل لان أه. يعني اكو مشاكل عشائريه يراد لها جهد حتى تنحل هذه المشاكل العشائريه ولو بجهد بسيط ليش ما هييتوا لهم المستلزمات الحياه البسيطه حتى يرجعون اهل ويسدون هذا الموضوع وين كنتوا عنهم ثلاث سنوات من اول المحافظات تحررت هي دياله اي نعم انت المفروض يعني اذا عندك عندك يعني شو اسمه قناه الرشيد موجوده متواجده بكثافه بدياله واكثر شو اسمه الامور تغطيها قناتكم والقنوات المفروض تذهب الى 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 جلو. احنا اكثر من 100 محوله كهرباء اعطينا في جلو لا زين محوله 33 حجم ضخم ميزنا جلو عن بقيه المناطق البنى التحتيه بالنسبه للكهرباء وللماء ولل بقية الامور والصحه وكل امور التربيه مهيئه لكن عندنا مشكله اليوم احنا عندنا اكثر من حي اه تم تسويته للارض جيب. يعني اكثر من حي وعندنا يعني اكثر من 27 قريه متضرره بشكل كامل هذه الناس مو مو جهد محافظه ولا جهد حكومه مركزيه المفروض جيب. جهود مشتركه ما بين الحكومه المحليه والدول المانحه وحكومه المركز حتى نجي نبني جلولاء. زين ليش كنتوا تسمحون لحد قبل شهرين السيطره سيطره البيشمركه على ال... على الجلولاء هي كانت اللي موجوده، ليش من وسط القضيه الاعمار وال... وال... والصرف على 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 تبروا من عندها لحد ما قبل شهرين يلا خرجوا من عندها بشكل عسكري، ليش كنتوا تسمحون بتواجد عسكري كردي بجلولاء ما كنتوا تطالبون من عندهم مساعدتكم حتى يجون يعمرون الجلولاء وياكم؟ هم الكرد منين ما عندهم اموال حتى يعمرون هالجلوله كان <applause> كان العمار فقط عن طريق صندوق اعاده اعمار المناطق المحرره زين وعندنا عشرات المشاريع بهذا المجال صندوق معطل هذا صندوق اعاده الاعمار ايه. بالعكس صندوق اعاده الاعمار الجهه الوحيده اللي عمرت في محافظه يارب بالفتره الاخيره زين وراح ارجع من اقول لكم انتم دوركم وين راح تقول احنا ما مسلمين الموازنات من من الدوله اي طبعا جيد نسبه اللي استلمتوه يعني احنا 2015 ما مستلمين اي مبلغ في 2016 ما مستلمين اي مبلغ بال 2017 ما مستلمين حتى هاي اللحظه تحدث وياك بها اي مبلغ عزلوا المحافظه وقعدوا بالبيت بعد هاي بعد احنا بدنا نشتغل بالامكانيات اللي نقدر نشتغل بها أه. مو بس اني كل محافظات العراق زين بهاي الحاله خليني ارجع لقضيه التسليم انت قلت انه ما كان احد يتحدث يعني انتظروكم او تربصوا بيكم انه بمجرد اخراج القوات الكرديه قوات البيشمركه من جلولاء وهاي المناطق اللي كانوا مسيطرين عليها شنو اللي كان مسكتهم حتى بس مجرد انه اخرجتهم رجعوا تحدثون بهاي بكثافه بالتاكيد انت التقيت بهم كان المفروض تسالهم خلينا نسمع من عندك انت المحافظ يعني انا ما اعرف يعني اتعجب انه هسه يجي واحد يلقي اللوم على 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 شخصيه مثل العامري قاتل مه. بي جلولا قتال عنيف وثق يعني كان نفس يوم تحرير جلولا انفجرت مفخخة واستشهد بها أحد الأخوة من من عصائب الحق قريبة جدا على شخص العامري مه. يعني أمتار مو, مو أكثر وتعرض إلى أبو ناس أخرى باليوم الثاني مه. زين هذا أنا هسه في حديث امس امسها في حديث و... وانت قاعد لي باربيل وقاعد لي ببغداد وتريد من عندي احرر لك وتريد من عندي كذا وتريد من عندي مجابهه الكرد وكلها تريد من عندي وبعدين من اجي يجي مثل عملية اللي اللي نجح بها السيد رئيس الوزراء باعاده انتشار القوات الامنيه في هاي المناطق تجي إنه انت تثير لي مشاكل بالعكس احنا اليوم هيبه الدوله تنفرض في جلولة وما نسمح لاي شخصيه لا سياسيه ولا عشائريه ان تصير لنا مشاكل جديدة في جل قد زيه. تضيع من جديد لكنه تبقى هي جي جيد من نهاية الناس من تجي الطالب بهذا التأثير الموجود للسيد العامري هو الـ هو الـ من يفوز بمقعد مجلس النواب يفوز عن الديالة ويا مقعدين يعني يصير ثلاث مقاعد رغم قلة مقاعد الديالة الممثلة بمجلس النواب المحافظ من عنده بالتالي هاي السيطرة الناس تروح تناجده بالمقابل ممكن كل حركة تصير مثل ما قلت لك بالبدايه عصبوها براس السيد هادي العامري نعم ويقول لك هو وراء التغيير الديموغرافي حتى يسيطر على المحافظه بشكل اكبر. يعني اي تغيير ديموغرافي اليوم احنا القوات مم. الامنيه متواجده ما بين كلار وما بين خانقين بعد اي مم. تغيير ديموغرافي. اي تغيير ديموغرافي. لا ما تحدث قومي. يعني من راحوا الناس تحدث شنو طائفي؟ اي طبعا. وانا البدايه قلت لك قلت لك <applause> الممثلين المكون السني بالمحافظه قالوا التغيير ده يصير على اساس على حسابنا على حساب ممثلينا اي شلون؟ بينما يعني لي... ال... اسمح لي اللي قاتل يحرج جلوله هذا تغيير ديموغرافي اللي يطرد داعش من من يطلع من عندها اسمح لي من يطلع من ما عد ما عندنا فد شيء في جلولاء ما عدا مديريه الشرطه هس... اسمح لي بس انت ليش حديثك كله بس على جلولاء؟ المشاكل اللي صارت في المقداديه شمال المقداديه أه. شمال المقداديه اليوم عندنا حشد عشائري زين وعندنا اليوم اناس شيوخ عشائر من المكون السني يديرون الملف الامني ويا القوات الامنيه بشكل زين. اسمح لي بشكل مباشر وبشكل عندهم المساحه الكامله وين بعد التغيير الديموغرافي احنا في شمال المقداديه اضرب لك او في العظيم م. يعني انت سمعت فديوم قرية أو مكان نزلوا به الشيعة في هذه المناطق أسألك هذا السؤال هو شنو التغيير الديمغرافي ولا أخذوا, ولا أخذوا أراضي ولا أخذوا ممتلكات في هذه المناطق يعني شلون هو وجه التغيير ما اعرف يعني شنو سيطره سيطره القوات المحرره وتاثير <applause> بالذات تاثير بدر وعصابة بحكم <applause> المحافظه هو من بدر والعصائب هسه العصائب ما كلش يعني الناس هسه مو تقريبا بس <applause> بدر موجود في المقداديه مثلا او موجود <applause> في حمرين يعني انت هم اسال ليش بهاي الفتره بعد <applause> التحرير بعد ما انتهت حررنا المحافظه في 15 او في شهر الواحد بدايه 2015 الحد هذا اليوم شوف لواء ال 24 مثلا لواء ال 110 لواء 23 قد قطع شهداء بهاي الفتره زين زي. يعني احنا م... يعني احنا متمنين انه تسقط عندنا دماء بهذا اليوم ونريد نحافظ على وحده المحافظه وبالتالي زي. ينعكس الوضع الامني بشكل على على كل اجزاء المحافظه ال... اللي تقصده اللي تقصده انه يعني نفس الاشخاص اللي اعتقد سلموا هاي المناطق الداعش اليوم ما يرغبون انه الحشد يساند القوات الامنيه في الحفاظ على المحافظه. اه جيد قضيه مهمه هاي المحافظه سلمت؟ يعني المناطق اللي تم سيطره داعش عليها ما كان ما لقت اي مقاومه من اهالي هذه المناطق. زين سلموها تسليم يد. هسه انا ما اقول التسليم بالضبط بس ما ما وجدوا اي مقاومه يعني ما يعني ماكو مقاومه كانت. مو بس هم باغلب المحافظات اللي صارت تقدموا لا انت ليش تخليها براس الاهالي؟ الجيش العراقي انسحب من المحافظات اجي اقول الاهالي سلموها؟ لا احنا عندنا عندنا احد الويه الفرقه الاولى اه اللواء الرابع الفرقه الاولى اهالي جلولاء بالقرى ساعدوا داعش في اخذ الاسلحه من ال من الجنود. شلون بالله يعد لي كان الاخ عميد عبد الحسين. زين. أمر اللواء، أعتقد يعني اللواء أو اللواء الرابع الفرقة الأولى زين الأهالي في قرى جلولا ساعدوا داعش في أخذ أسلحة المقاتلين. زين وفوج طوارئ دياله في مركز مدينة جلولا سلموا أسلحتهم للدواعش. زين هذول شنو أسميهم؟ أقول هذول متعاونين ناقمين على وجودكم بالمحافظة وراد واحد يخلصوا من وجودكم شلون شلون اجي افسرها؟ يعني فسرها مثل ما يحلو لك كما يحلو لك لا مو لو تقول لو تقول لا احنا محبوبين واحنا متعاونين ويا الاهالي لو تقول لا والله بالعكس احنا ما يعكسها مثلا في مناطق تجي عليها هسه يعني مناطق اخرى بالعكس وقفوا ما بس اللي الحوادث اللي صارت هاي موجوده في كثير من المناطق زين شنو اللي لقيته بالمحافظه من انت رئيس مجلس محافظه والتقسيم اللي كان واضح بيناتكم تقسيم انه رئيس مجلس محافظه من الشيعة والمحافظ من السنة تجي تصير المسؤول التنفيذي تتحول من رئيس مجلس محافظه الى محافظ شنو اللي لقيته بالمحافظه اكو قبلك ثلاث محافظين مروا على المحافظه يعني شنو قصدك شنو اللي لقيت؟ شنو اللي لقيت على الوضع على المستوى الامني على مستوى الـ الاموال اللي المفروض كان صرفت بالمحافظه شلون لقيت الخزينه اللي موجوده؟ طبعا احنا بسياستنا زين آه يعني عملنا يعني من, من بدايه المشوار السياسي انه جين. نعمل للجميع. زين ثق يعني هذا محبه الناس ستجي تلقاها موجوده الحمد لله والشكر انه جين. بدانا انه نعمل على وهذا طبعا مصلحه خاصه ومصلحه عامه. من مصلحتنا انه ناخذ رضا الجميع. زين وراكم انتخابات؟ حتى مو اذا انتخابات لان احنا يعني ولد المحافظه منا بعد مئات السنين باقين بالمحافظه فمن مصلحتنا انه تكون علاقتنا العشائريه فيما بين عشائر محافظتنا جيده جدا. هاي اطفالنا ومستقبل عشائرنا ومستقبل مستقبل طوائفنا الموجوده في المحافظه من مصلحتنا انه تعيش هذه الطوائف وهي العشائر بعام هذا واحد. بعد أن استلمت إدارة المحافظة وحتى من كنت رئيس مجلس المحافظة عملنا على أنه نقوي هيبة الدولة ونحد من العصابات الخطف، أنت تعرف كانت بعقوبة فيها حالات خطف وبقية المناطق بشكل كثير جدا. <applause> يعني أزعجت الناس حقيقة كثير من الناس بدأوا يعني يهاجرون من المحافظة. <applause> احنا في غضون ستة أشهر أو ثمانية أشهر استطعنا أن نحسن الواقع الأمني في مجال العصابات التي كانت تعبث في امن المواطنين كان هناك تحسن اكثر من 85% من اللي كان وراء هاي العصابات؟ لان احنا احنا مقسمه عندنا لو مجاميع ارهابيه داعش وغير داعش لو ميليشيات هو لا لا داعش يدعمون السنه ولا الميليشيات تدعمها الشيعه للعلم يعني لا داعش يدعمون السنه لا سامح الله ولا العصابات تدعمها الشيعه لا سامح الله لانه العصابات تخطف السني والشيعي من اللي كان وراهم يعني هم بعد الاموال والكبرى والضخمه والحمد لله واشكر الاجهزه الامنيه بمحافظتنا بالتعاون مع الاخوه في الحشد كان لهم دور فعال في القضاء على هذه العصابات اليوم احنا عندنا بسجن اكثر من 13 عصابه زين يمكن أنا يعني من بدايه وحتى للعلم حتى القضاء في محافظه يالا قضاء متميز زين انا يعني من بدايه اول سؤال نعم اجى بذهني من بلغوني انه ترتيب الموعد صار ويا حضرتك اول سؤال جاب ليش تنفجر هذا العدد من السيارات المفخخه وتوقع هذا العدد من الهاونات بكل جلسه لاستجوابك ويمكن تجعلها عنها اقالتك بمجلس المحافظه؟ يعني هاي ما مثبت ترى هذا هذا حديث يعني ما سن. ما ما ليش دا اسالك؟ اسمعني انا ليش دا دا اقول لك ليش هذا التزامن؟ يعني هو اكو شد حتى اكون صريح وياك اكو شد بهذا الموضوع مه. و يعني بصراحة انه احنا اليوم بالمحافظة كانت الإثارة موضوع استجواب المحافظ لأمور تافهة جدا وقاموا بها ايضا اشخاص اعتقد اليوم زين يعني حسوا بغلطهم و يعني هنالك ايضا اطراف ارادت ان تشوش او زين حس, حس, حس حسوا بخطاهم لو انتم حسستوهم حسستوهم عن طريق يمكن شوية تاثيركم ونفوذكم بالمحافظه سيطرتكم على الاوضاع خلتكم هسه ما اريد اقول ما تقول هددتوهم جزء بغير طريقه تفاهمتوا وياهم خو احنا نهددهم من خلال حرصنا على المحافظه يعني انا هسه اي اي شخصيه ممكن انه شوف انا اتمنى انه موضوع يخص النزاهه موضوع يخص سوء الاداره موضوع يخص الضعف الاداري زين اتقبله بس ما الواحد يجي عضو مجلس محافظه يقول لي والله الامن ضعيف والكذا هذا ابد ما اتقبله. <applause> لان هو مو افضل من عندي هو كان 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 ثمان اشهر من من داعش موجود هو في في خارج المحافظه وانا ثمان اشهر <applause> ما داخل مركز مجلس المحافظه لان كنت مكلف بواجب حمري. وهسه يجي جنابه يريد يبين انه ضعف الوضع الامني في في الاستجواب الاول. ان هناك ضعف ضعف امني وكذا ومن يعني هاي الامور أحنا, احنا بصراحه ما نتقبلها جيد ارجع لي لقضيه هذا قضيه المفخخات والهوانات اللي توقع على حتى اذا سوى موقع بديل لجلسه مجلس محافظه دياله يعني هسه ش... على الاقل إن انت تقول هاي ما مثبته بس أه على الاقل انت المسؤول الامني الاول بالمحافظه وتعرف من اللي يمكن اللي وراها هسه متقصدك لانه اعتياد وين وقعت الهوانات بالجلسه الاولى؟ كل الجلسات اللي صارت قالوا توقع بمحيط اي جلسه تصير لمجلس المحافظة من يقول يا يعني من اللي قال اعضاء المجلس منو من اعضاء من المجلس يعني هو بنايه وموجوده بدا ما اسمح لي يعني مو حقيقي بمرك... هذا الكلام طبعا مركز المدينه بعقوبة وقريب عليها مديريه الشرطه وقريب عليها وداخل م... مجلس المحافظه فوج طوارئ يعني ايش معنى هاي القذائف لجرحت احد لقتلت احد لا سامح الله وين وين وبعدين وين الاثر؟ انت لو اكو اثر القذيفه تهاون في مجلس المحافظه معقوله الرشيد ما صورتها؟ زين وعندكم مراسل كلش نشط. مهم. نعم. وتحدثوا حتى عن سياره مفخخه. سياره مفخخه على الاقل يصير ب... احنا كل السيارات المفخخه اللي, صارت بالمحافظه ما تترك اقل من عشر شهداء، ايش معنى هاي السياره المفخخه ما بها شهداء؟ زين يمكن بس تهديد. المن تهديد. لاعضاء مجلس المحافظه يردون يستجوبون. هم يستجوبه. داخل المجلس ما قدروا ما قدروا يستجوبون انا بعدين رفضت الاستجواب. زين. يعني تصير هاولات ما تصير هاولات ما اروح الاستجواب. زين شلون شلون هاي القضيه المجلس مجلس محافظه من حقه انه يستجوبك وانت تعطي الدفوعات اللي عندك يعني موضوع الاستجواب في تلك الفتره انا جلسه صارت ثلاثه أربعة ما كان مبر لا بس واحد اكثر من جلسه ما تنجح اكثر حتى. من جلسه ما نجحت لانه عاني ايضا فريق بالمجلس المحافظه زين. وهي, وهي موقف المحافظ سيادة المحافظ أنت صاحب سطوة بالمحافظة هسا خلينا أجيب الكلام الأخير صاحب سطوة بالحقل وبالباطل زين ب... بالجهة اللي تتبعها ما هي الجهة اللي تتبعها ضحت وطلت شهداء زين هذا هذا كافي على أنه يكون موقفك قوي؟ يعني أنا ما خنت المحافظة زين ولا تهربت من واجب مه. لا أنا ولا عشيرتي ولا حزبي مه. على أساس أنا أجي اليوم أسلم أمور اللي أناس ما يستحقوها على أساس احس اللي عندك هوايه على الناس اللي كانوا وراء جلسات الاستجواب، كانوا تقول لهم انه انتم انتم بعتوا الملفات اللي عندك عليهم هوايه خلينا نسميها ثقيله، يجوز انتماء لداعش، يجوز مساعده داعش. هسه هذا بعد بحث اخر بس انا من يعني احب اقول لك ما راح يديك تنطي تفاصيل، اكيد شيء أو ما اكيد شيء؟ لا لا هو كان راس الحربه في هذا الموضوع اللي كان النائب اللي عندي هو ساجد العنبقي للعلم حتى زين واليوم زين. هذا الرجل متهم في الماده 307 رشوه اها إيه؟ ما اقتنع انا ما اقتنع يجي واحد مثل ساجد العنبقي يستجوبني هم. هذا كان نائب محافظ؟ كان نائب محافظ وقت ما يتضايق يروح راسا يرجع للمجلس لان يعني هو وكاله عضو مجلس محافظه زين وثار انه كثير المشاكل اليوم بشويه هدى <applause> زين هسه من واحد يسمع هذا الكلام ما راح اقدر افوتها، جزء انتم رتبتوا لقضية الرشوه. قضاء في ديالة قضاء جيد جدا. ممتاز. مم. زين ما طول بعدنا بالقضايا الامنيه كل المحافظين يشكون من من قياده العمليات اللي موجوده، نعم. تضارب صلاحيات، تضارب العمل اللي موجود، تعاني من انتم متواصلين القاطع ما تكون قاطع عمليات دجله. نعم. تعانون من وجود قيادة العمليات وتحريك كل الأجهزة الأمنية اللي ممكن تكون هي بأمرتكم على اعتبار مثل ما قلت أنت المسؤول الأمني الأول بالمحافظة لا ماكو تقاطع لكن طبعا أكو ملاحظات مثل ما أكو ملاحظات على على أي أي شخص يدير أي موقع لكن أكو ملاحظات لكن أنه ما عندنا تقاطع ويا قيادة عمليات دجلة ماكو تقاطع لو ممكن هم فارضين وجودهم هذا الشيء ما ما يمكن أنه ينجح العمل الأمني لا الفرض وحد والتفاهم شيء اخر، انا حقيقه ما عندي تقاطع ويا الـ ويا قياده عمليات لكن عندي ملاحظات. شنو اهم هذا يعني الموضوع؟ يعني انا اللي يهمني اللي يهمني استاذ هارون هو انه احنا نعمل اليوم بعد ما انتهينا موضوع داعش انه فرض هيبه الدوله في كل مناطق المحافظه. يعني هيبه الدوله مهمه جدا. م. وابعاد المتلفذين والعصابات انا حتى يعني في اجتماعات تنسيقيه مع مع دوله سيد رئيس الوزراء اكد على موضوع انهاء عصابات التهريب في المحافظه جيد هاي نقطه الخلاف الوحيده آه نعم. هي هاي مو انت انا تسالك هواي كررت قضيه فرض هيبه الدوله يمكن بمناطق يتحدثون عن السلاح الحشد داخل مناطق هاي انتم مسيطرين عليه ما عندكم مشكله الحشد عندنا محترم جدا دا اقول لك انتم مسيطرين عليه هذا ادري بالقضيه لكن قضيه التهريب التهريب مزعج جدا والتهريب يكاد يكون يكاد يكون يومي تهريب على اي مستوى شنو اللي هربوا سلاح مخدرات لا طبعا احنا شوف احنا ابتلينا بهاي منفذ الصفره زين ومنفذ الصفرة يعني, يعني بصراحة أنه المفروض كان يدير يوميا أكثر من مليونين أو ثلاث ملايين دولار للدولة الحكومة المركزية يوميا أي هو جي. يعني من 300 مليون ارتفع إلى أن وصل إلى تقريبا مليون دولار مهم. بس بعدين بدأ, بدا ينخفض جي. واكو حالات مسجله كثيره والامن الوطني عنده حالات مسجله كثيره الاستخبارات عنده حالات مسجله كثيره بس للاسف لم يكن هنالك علاج سريع مه. مه. هذا التهريب يكون عن طريق التجاوز على المنفذ وبهاي الحاله تحولت هاي قضيه اللي اللي يتجاوزون على المنفذ الى عصابات هذا اللي فهمته من كلامك نعم زين بالتالي هم اكو ناس الا اصحاب نفوذ يلا يوصلهم لهي المرحله اصحاب نفوذ المحافظه يعني المفروض الاجهزه الامنيه تاخذ دورها بهذا الموضوع الشخص الامني الاول بالمحافظه المفروض هو يلقى له يعني مشخص يعني موصل مثل ما يقول الامر الى السيد رئيس الوزراء زين بعد وين المن وصله احس عندك هوايه طلع الياهن يعني الحقيقه الامن في دياله من من بهاي الظروف اللي صار الاخير سنه من احنا يعني من نعمه الله سبحانه وتعالى انه وضع منا جيد المفروض يرافقه ايضا اداء جيد بالنسبه للمجالات الاخرى واهم مجال هو اليوم شكون سيطر على على التهريب مسيطر على موضوع المخدرات وعندنا اجتماعات لكنه يعني متتاليه بهذا الموضوع لكن هناك اكو ضعف في هذا المجال وهاي من قلت عندي ملاحظات على قياده عمليات دجله من ضمنها اي يعني من ضمن هو انا قلت لك عندنا لغه تفاهم لكنه عندي ملاحظات انه يجب ان يكون الاداء اعلى من هذا الاداء وخاصة بهذا الموضوع يعني بهاي الحالة بدوا خلينا نسميهم بدوا كبار لو بدوا صغار و... وقضية التهريب والأموال اللي كانت هذا حولتهم إلى عصابات ويا المشكلة ب... يعني أكو شخوص يعني لربما يكون قرارهم أقوى من قرار الحكومة مستقبلا أوف هذا عصابة ولهالدرجة هيك يصير يعني بعد انت شلون تفهمها وال لا لا فهمنا اياها انا ما اريد رب... ما بكيفي فهمني اياها يعني شخوص يكون قرارهم اقوى من الدوله شلون هاي؟ عصابات التهريب متنفذة في ديالة وفي غير ديالة زين نعم خلي الناس تسمع حولها إلى قضية رأي عام حتى الناس تخلص المحافظة إذا مشكلتك بس بهاي العصابات خلي الناس تسمع وتتحول إلى قضية رأي عام لا طبعا هو شوف هن التهريب والفساد يعني متلازمين أكيد ولا لها علاقة بصراع سياسي ولا لها علاقة بكذا و قسم من المتنفذين بالتهريب يدعون انه مدعي منتمي للجهه الفلانيه او طبعا قطعا كل هذا بعيد عن هذه الحقيقه مرات يتهم فصيل مجاهد في انه له علاقه بالتهريب وهذا انا استبعده جدا لكنه علاقات مع اناس قد يعيدون يعني لهم علاقه في اصحاب القرار الامني يعني يسهلون عمليه التهريب من اللي هرب الالبزوليه يعني الموضوع موجود في اروقه قياده الشرطه يعني بده يحقق به الاحقاد الشرطه زين شلون كانت هاي يعني الـ الـ زولية تتهرب يعني زين اخذوا المؤونه منها هسه ما تواصلتك لان هاي هاي صارها يومين ثلاثه مو بعيده زين يوصلنا كل شيء اي الحمد لله اي شنو شنو وضعيتها؟ شنو موضوعها بالنسبه يعني زولية يعني تم القاء القبض عليها وقائد الش... قائد الشرطه اخذ بها اجراء واعتقد يعني الاجراءات ماشيه قانونيا. ايه. زين يعني تهربت من المنفذ؟ لا هو الاخوه في الحشد القوا القبض عليها زين وحسب معلوماتي يعني وما بعد بلغني الاخ الموجود هناك قال انه هذه الدعوة انه هذه الزوالي تعود الى المحافظ فبلغت رسميا قلت له نعم تعود للمحافظ بس اتمنى انه تاخذ وياك جليكانت بنزين واحرق لي الكميه كلها زين فالرجل اخذ يعني اخذ وياه قوه وطلع لحرق هذه التريله فعندما وصل لي هناك قالوا له لا احنا هاي تعود الى الجهه الفلانيه والقى القبض على تسعه من افراد الشرطه الجهه الفلانيه اللي هم منو من المن قالوا له هسه ما اعرف بعدين هو التحقيق يثبت لان مهما لحد ما عرفنا المن لا المن قالوا له لها ما اقول انهم راح يكونوا متهمين بس المن قالوا له تابع يعني هو الاخ المسؤول في عمليه القاء القبض عرف عادية هاي الكميه كميه <applause> الزوالي وتم القاء القبض على الـ على الـ على الـ <applause> الاشخاص الموجودين واحيلت الى القضاء. لا هو مثل ما قالوا له هاي الجوال تابع المحافظ بالبدايه. ما قبل ما قبلوا يحرقوها لانه. لا لا قالوا له تابع المحافظ، رجعوا قالوا له تابع الفلان، أي؟ الجهه الفلانيه اللي هم من هسه التحقيق يثبتها. لا ما اعرف. لمن قالوها هسه احنا ما راح نقول هم بالفعل راح يكونوا متهمين، بس يشوف مره ذبوها براسك ومره براس من ذبوها. على كل انتحق. ان شاء الله بالحلقه الجايه اقول لك لمن تطلع. يلا هذا خلي وعد ان شاء الله. هذا اذا صاروا متنفذين وعلى اعتبار انه دائما هاي الامور تدار بالاموال. صار عندهم اموال من قضيه التهريب وهذا اللي من اهم ما تعاني انت بالمحافظه. هذا هذا اللي افتهمته هسه يعني هي هذه طبعا موجوده هاي 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 المعاناه بالنسبه لي يعني موضوع التهريب. وانا اتمنى يعني انه نعمل بقوه وانا اذا اكو هي اكو تضارب صلاحيات جي. استاذ هارون. يعني احنا هم نريد نجي اليوم منو من التضارب؟ يعني صلاحيه المحافظ في معالجه هذه الامور ويا قياده العمليات ويا الشرطه ويا الفرقه احنا هم هسه ما نريد نثير المشاكل بالوقت الحاضر لان احنا تونا انتهينا من من ملف داعش زي. نتمنى انه المل... يعني ملف داعش ينتهي بالقريب العاجل وان شاء الله ينتهي على خير لان احنا يعني الحمد لله واشكر اجهزت قواتنا الامنيه على كل مواقع داعش في المنطقه الغربيه وفي المستقبل القريب انه يعني حملتنا ان شاء الله على الفساد وعلى المهربين. زين ما راح اقول لك تحدث بصراحه لانه الوقت اللي راح كله تحدثنا به بصراحه. قضية ديالة أكبر من قضية الوجود والصراع والتقسيم يتحدثون عنكم وجود بدر كمنظمة بقيادة الحاج هادي العامري بوجودك أنت كمحافظ من بدر يتحدث على أنه أنتم تهيئون لوجود منفذ ايراني للعراق يتحدثون عن وجود انا يعني بدايه المق... الحلقه بالمقدمه تحدثت عن الخط البري اللي قالوا اكتمل من من طهران الى الى حزب الله بجنوب لبنان بعد تحرير البوكمال يتحدثون محور المقاومه عن هذا الموضوع القضيه صارت اكبر بهذا الحكي صارت اكبر على انه تهيون المحافظه لهذا لهذا الغرض يعني استغرب احنا اول شيء ما عندنا هيش طريق بري يعني مخترق المحافظه ما عندنا هذا الطريق بعدين احنا كحكومه محليه يعني قطعا اوامرنا من الحكومه المركزيه فالحكومه المركزيه اليوم بعد سنه بعد 20 سنه تريد تفتح طريق ويا الجمهوريه الاسلاميه هذا قرار اتحادي للامانه ما لقيتوا من هاي اللي عنهم قضايا, قضايا التهريب ما لقيتوا الناس حاولت تفتح هذا الخط هسه حتى ما اقول انتم كحكومه محليه بالمحافظه، هذا انتهينا من عنده، كوجود ناس ممكن تعمل بالخطا أبداً, ابدا ابدا ابدا. احنا اليوم ما جتنا اي كميه مهربه من من الجمهوريه الاسلاميه للعلم. آه. يعني المنافذ النظيفه اللي هو هسه احنا عندنا منفذ مندي لسومر، المنفذ زي. الوحيد النظيف في هذه الامور هو هذا المنفذ اللي يربطنا مع الجمهوريه الاسلاميه. القضايا الرئيسيه كل المجالات. بس المشاكلكم اللي يجي من الشمال المشاكلنا بالصفرة من الشمال زين نعم ومسي... ما اعرف يعني هي قضيه السيطره ايش تختلف هذا عن هذا يعني هسه بنتحدث عن عن حدود مع دوله ثانيه ما نتحدث عن حدود داخلية. يعني داخل. م... من أنا تجي بضائع غير مقمرقه هاي اولا زين تدري ما تجي من ابراهيم الخليل تجي من من بيروس خان مم. تجي من من كثير المنافذ هنا هذا المنفذ من دي تحت سيطره الحكومه يا اخو سميته الله بلا نبي طبعا لانه ازعجنا لانه اول شيء الطرق تدمرت بعدين هاي العصابات بعدين يعني احنا ما مستفادين من عندك محافظه يعني كل شيء ما مستفاد ما عندنا ايراد به لما كانت تحول الى بغداد مباشره مباشره يوميا الى بغداد زين خلينا حتى بقضيه الخدمات المقدمه للمحافظه ما اعرف شلون تتعاملون وياها لو هاي الامور التغيير اللي تحدثنا بدايه تغيير المحافظين المشاكل الامنيه الكلام اللي اللي صار على المحافظه ما اعرف اخذكم من قضيه تقديم الخدمه للمواطنين لا احنا اليوم حقيقه اكو مشاريع عديده من اهم المشاريع قلت لك هي صندوق اعاده العمار لدينا مشاريع اكثر من 70 مليون دولار نفذت هاي واحد اثنين عندنا علاقات جيده مع اليو ان دي بي ايضا نفذوا مشاريع كثيره ومشاريع جيده تخص شنو المشاريع يعني اكثرها تخص الطرق تخص الكهرباء تخص مجالات اخرى احنا تقريبا المحافظه يعني تميزت انه استلمنا اكثر من يعني اكثر من 250 محاوله كهرباء غطتنا اجزاء جيده من المحافظه <applause> استلمنا محاولات القدره العاليه 33 ايضا اربع محاولات <applause> هاي يعني كلها من صندوق اعاده الاعمار اضافه الى عندنا احد الاخوه في مجلس المحافظه مهتم بالايرادات الاخ الحاج قاسم المعموري قدر انه يعني من خلال ايرادات انه يصير عندنا اكثر من 6 مليار دينار اليوم موزعه في مشاريع صغيره على عموم المحافظه ايضا هذا عمل موجود اضافه الى انه يعني قدرنا بهاي الفتره نحسن الواقع الخدمي في كثير من المناطق جيد الدول المانحه او المساعده تحولت من قضيه اعطاء أموال الى التنفيذ المباشر هي هذا اثر عليكم يعني هسه قضيه قضايا الفساد اللي لا هو حقيقه موضوع المشاريع اليو ان دي بي صندوق اعاده الاعمار موضوع الفتح والتحليل وحاله المشاريع كلها في بغداد وحقيقه هذا بعد عنا موضوع الشبهات وموضوع بشفافيه عاليه طيب انا حتى استفاد من الوقت ما اعرف وقت بدا يداركنا بسرعه قضيه تسليم المناطق اللي بعد بعد تحركات الحكومه المركزيه على المناطق المتنازع عليها المختلف عليها شفناه قاعد باكثر من اجتماع مع القيادات الكرديه مناطق كثيره من دياله كانت بها المسيطر الامني هم البيشمركه مثل ما تحدثنا بالبدايه بس انتم بصراحه القضيه مشت وياكم بهدوء شنو اللي صار باتفاقاتكم بحيث تفوتون بهاي القوه على القيادات الكرديه ويكون ما عرفوا مسلموكم المناطق بشكل كامل خليتوا كانت اتفقتوا على اداره مشتركه امنيه لهذه المناطق خانقين وغير خانقين والمناطق اللي مثل ما قلنا مسيطرين عليها البيشمركه. يعني حقيقه احنا قبل لا تتحرك القوات زارنا الاخ السيد رئيس اركان الجيش. زين. ممثل السيد رئيس الوزراء واجتمعنا في منطقة السعدية مع القادة الكرد الموجودين هم. وبحضور الأخ قائد العمليات وقائد الشرطة وقائد الفرقة وتوصلنا إلى نقاط تفاهم جيدة جدا و مثال على أي أساس؟ أساس شنو كان التفاهم؟ أنه إحنا القوات الاتحاديه تنتشر الى ما قبل 2003 زين وبالفعل ثاني يوم باشرنا في الانتشار بشكل جيد اهو. ولغه تفاهم عاليه وزرنا خانقين واليوم احنا كل الدوائر في خانقين والقائم المقاميه و المقرات الاجهزه الامنيه هي تحت سيطره الحكومه الاتحاديه زي. وبدون خسائر الحمد لله وأشكر وبحكم انا علاقتي ايضا جيده مع الاخوه في اللي عندهم الملف السياسي في هذه المناطق بالنسبه للاخوه الكرد وايضا هم متفهمين وعندهم حقيقه روح المشاركه في القرار محافظة اللي هم تابعين للسليمانيه ولا الاربيل؟ لا للسليمانيه زين علاقتكم بهم جيده؟ نعم الان التواجد الامني مشترك لو خاص بس لا لا فقط للحكومه الاتحاديه اها نعم مو هذا ليش نتحدث عن الانسحاب السيد السيد قائد عمليات هو يقود الملف في هذه المناطق حسب توجيهات السيد رئيس الوزراء جيد بهاي الحال المناطق اللي كانت كان مسيطر عليها البيشمركه وتابعه على لدياله ما نعم. بقوا باي منطقه من عدها؟ بالتاكيد وين وين رجعوا؟ يعني رجعوا الى الى ابعد من مناطق 2003 نعم رجعوا بهذا بهذا الدفع نعم كم منطقه هم كانوا مسيطرين عليها بدياله؟ يعني هم كانوا مسيطرين عليها نوعا ما قرتبة وجباره وخانقين زين هاي كلها الان هم شنو كانت سيطرتهم؟ هم الناس يعني الاخوه البيشمرقه كانوا ماسكين مناطق داعش سيطر عليها. وكانوا ماسكين مناطق بالتعاون مع القوات الاتحاديه في محاربه داعش. وجودهم حتى قبل داعش وجودهم بمناطق معينه فقط في خانقين كان سابقا. زين. نعم. بعد داعش سيطروا على المناطق اللي ذكرتها؟ يعني بعد داعش دخلوا على جلولاء، دخلوا على جزء من قرى جزء. زين. نعم. انا ما راح اقدر افوت هاي القضيه مثل ما انتم قلتوا احنا دا قاتلنا داعش واعطانا دماء لا احد يجي يتكلم ويانا يخلي لا احد يجي يزاود علينا هم الان لا لا ما قلنا لا احد يتكلم ويانا على اساس ما حد يتكلم ويانا لا لا يعني حد لا يتكلم على وجودنا بالمحافظه بالتالي الناس هم اجوا على هاي المناطق وحرروها من داعش وسيطروا سيطروا عليها امنيا ليش رجعتوا دفعتهم بهاي الطريقه؟ هذا قرار اتحادي زين نعم يعني لو صار هسه قرار اتحادي بدياله ممكن تنفذوه بكل سهوله؟ احنا كإدارة محافظة كل ما يصدر من الحكومة الاتحادية وفق الدستور نعمل به. زين خلي أنا بقت عندي تقريبا دختي شو اللي تريدون من الحكومة؟ لديالة؟ يعني أهم شيء في هاي الفترة أنه احنا نجي نضفي طابع الأمن الحقيقي في المحافظة يعني يساعدونا بهذا المجال وثانيا إعمار المناطق المحررة. زين هاي العصابات اللي ذكرتها والناس اللي كانت ممكن تحرك كل السلبيات المحافظه بالخفاء هي اللي كانت وراء النزاعات العشائريه اخذت لها فتره بالمقداديه وغيرها ايوه بصيده اي هي لا اليوم الحقيقه العشائر في المحافظه ايضا سند مهم للحكومه المحليه وللعمل البدايه هم كانوا وراء تحريك هاي العشائر؟ يعني جزء منهم بس اليوم قلت لك العشائر الدور الرئيسي لها في اخماد كثير من الحرائق اللي موجوده او المشاكل الموجوده بس انتم بهذا التحرك العشائري اللي صار وقطع الطرق يعني خلينا نقول صحته الويل من, من هذا الموضوع وقلتوا راح يسبب لنا خروقات امنيه اكبر، راح يعيد داعش لمناطق يعني ناشدتوا انتم تساعدكم به. اي بس اختلفت بهاي الفتره. كانت موجوده بس اليوم اختلاف جذري. بس كانت اكو جهات نافذه بالمحافظه كانت وراهم. بالتاكيد. والان ما اعرف تفهمتوا ويا العشائر لو لو قطعتوا تاثير هذه الجهات النافذه. اول شيء قطع التاثير وبعدين لغه التفاهميه قادة العشائر جيده جدا لانه م. اليوم عندنا هيئة رأي مشكلة مع الأخ قائد العمليات والشيخ عشار المحافظة المهمين وتحركنا على أغلب المشاكل المستعصية وتم حلها نعم وهذا هذا أيضا يتبع خلينا نرجع للقضية الأخيرة يعني عبر على الوقت قضية النازحين ما راح يكون أكو اتفاق بيناتهم ممكن ترجعون حتى تقول المحافظة رجعت 100% بعد ما عدكم مشكله بها لا احنا محافظه متميزه في عوده النازحين احنا لا يجي واحد يعطي رقم ويخدع جهه او يخدع المشاهد. احنا محافظه متميزه في عوده الناس. انا قصيت عليها حتى أنتوا قلتوا اكو اكو قلت اكو قلتوا قضايا العشاريه وقضايا الثارات هي تمنع نعم عوده العدد المتبقي. نعم نعم وياهم؟ بادئين بالحل مالها وحلينا قسم منها. زين. نعم, نعم ممكن تكون تنهي كل المسببات لعدم عودة اكيد. طيب خلينا اشكرك من وقت مش وياك بسرعه. خلينا نشكرك السيد محافظ دياله متن التميمي شكرا لك وتواجدك يعني تعبناك شكراً, شكرا لك شكرا لكم مشاهدي الكرام حلقتنا انتهت موعدنا يوم الاحد مع السلامه